يا مساء الفل والهنا. والله العظيم ما عارفه هقول في الحلقه دي خالص خالص، انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا قعدتوا تبعتوا كتير قوي تقولوا عايزين محمد عبد الرحمن، عايزين توته والعيال يبعتوا اللي بيعرف يكتب واللي بيكتب نبش فراخ وكله عايز محمد عبد الرحمن، قلنا حاضر احنا هنجيب اهو محمد عبد الرحمن معشوق المصريين واطفال الامه العربيه كلها. <applause> ايه يا ابني انت في ايه؟ الحمد لله والله ايه الكلام الكلام الحلو ده؟ لا الحمد لله طبعا كله كلام حلو بس انت كمان طولت رقبتي الله يخليك يا حبيبي فاكر ايوه ايوه من خمس سنين قلت لك ايه؟ اه طبعا فاكر قلت لك انا انا براهن عليك؟ اه والله قلتي لي صح فاكر؟ اه طبعا فاكر وانا كنت ساعتها فرحان جدا يعني و... اه يا حبيبي طب يا ترى الرهان ايه يعني انك انت لسه جم... انت بص انت حطيت رجلك وانا عارفه فين المروحه راحه جايه منين يعني إن شاء الله. بس انت اوريدي الحمد لله بصمت الحمد لله فخر العرب ده يعني بهدل الدنيا وبعدين فعلا يا محمد العيال بكو... على جميع الاعمار عشق مش معقول انت مش مش متخيل كل الكرو عايز يتصور معاك عشان يبعت صور للعيال يصدقوا انك انت كنت عندنا في صحبه السعاده لا ده الحمد لله ده في مثلا بتاع 8 من الكرو جايبين عيالهم معاهم فدي حاجه فرحتني يعني اه اه فانت انت اتجوزت بس مخلفتش ولا لا خلفت لا معايا ليلى قد ايه ليلى 9 شهور لا دي لسه بدا دي اللي هتبقى بتكيد العيال كلها لا دي 10 شهور بقى خلاص ده تمتهم والله كمان آه. انت مش عارف قدس. لا ما انا عشان بس في ظروف <applause> الزهايمر <تصفح> <تصفح> <انت بتغينا تصفح تصفح> يا محمد نورتيني ربنا يخليك يا حبيبتي والله العظيم انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك يا استاذه اسعاد والله بجد حاجه تفرح اي حد انه يجي مع حضرتك بس في لوم. ايه يا حبيبي؟ في لوم انا ايه؟ دخلت وقلت هلاقي مثلا ايه؟ محاشي من هنا. يا لهوي. داخل صينيه مكرونه بشاميل بتعدي من فوقي بوطي عشان اعديها. <تصفح> <applause> طبق بتنجم خلي المقابلني الله دخلت الله لقيت وردة على الترابيزه واباجورات انا بقيت مطمع يا ولاد والله بقيت مطمع احنا بنيجي نسجل هنا عشان ناكل محشي وبط وكده وحياتك يا حاضر هعملك حاجه هعملك اكل شويه كمان شويه خرابي يا خرابي ده انا هبقى بقيت انا, أنا والكنبه بقى مع بعض سواء حد سواء بص بقى انت في الواد سيد الشحات يعني لونت تلوين حلو قوي قوي مشبع للممثل لا فخلينا نلعب حته حته يعني انا مثلا اللي حاضرني قوي دلوقتي ابراهيم الابيض اه الحمد لله الشخصيه انت هل انت في طبعك التقليد؟ هو مش التقليد قوي بس انا بيعلق معايا آه الاشخاص يعني آه. بيعلق معايا اشخاص أكيد اللي بيعلق ده ما بيبقاش حاجة عادية اه لا لازم يبقى ليه بصمة كده فاللي هو يشدني فأنا الحمد لله فيا ده إن أنا بيعلق مع مش شرط برضو مشاهير لأن أوه. ممكن أكون مش شاطر فيها أصلاً اه اه أشخاص من الحياة من الدنيا أوه. عاديين جداً مم. فده بيعلق معايا قوي وأقعد أبص لهم وأقعد بقى أسأله طب وانت عامل ايه؟ طب وايه الاخبار؟ مم. طب وايه اكتر اكله بتحبها؟ طب ومش عارف ايه؟ مم. طب وكذا كذا اقعد اساله في حاجات اخد منه كتير قوي عشان اعرف ده بيفكر ازاي بيتكلم مم. ازاي بيعمل ايه فده بيعلق معايا جامد يعني اكتر واحد علق معاك في حياتك قبل ما نخش على الواد سيد الشحات اكتر واحد يعني في كان. حياتك مرورا مثلا ايه ايه الناس اللي علقوا معاك قوي؟ لا في كتير في طبعا كان في الكبير طنط كوثر دي اللي هو حرام عليك يا دكتور ليه كده والحاجات دي وفي وفي شحاته ده كان مع الاستاذ عادل امام الزعيم طبعا لا لا ده فظيع ده بتاع ايه الحلاوه ايه ده ايه القرف إيه ده اه ده الحلاوه دي اقسم بالله ده كان مدير ايه ايوه قول لي ده جبته منين ده كان عفوا عادي ولا صح بعد آه آه الكحه عفوا صح عفوا أه ان شاء الله <applause> <تصفيق> <تصفيق> ده كان مدير إنتاج معانا في مسرح مصر، في تياترو مصر. قبل ما نبقى مسرح مصري. وكان يجي وإحنا واقفين في الكواليس بتاع فتلاقيه واقف جنبك كده خلاص أنا داخل. في الضلمة. تلاقيه وشه كده عامل زي اللي هي الإيه الأفلام القديمة فجر الإسلام والحاجات دي. لما كانوا بيجيبوا الناس الظالمة دول. ماشي. وبيقول لك اخبار حلوه بالوش أوه. ده بيقول اخبار حلوه يعني أكسب بالله هتبقى ركب <applause> طب سيبنا ركز يعني سيب <applause> اسمع بس بدي انت هتبقى ركب الدنيا اصبر وهتشوف أكسب بالله هتشوف يعني انا مش هقول لك. <applause> يا عم يفضل يكلم الواحد <applause> ساعه مثلا تبقى المسرحيه خلصت والواحد ما دخلش دخلته يعني يا نهار <applause> ابيض بس كان جميل يعني اه بس استفدت خدت خدت الـ كنت بقعد بقى لد... اه قلدوا آه للعيال في الاوضه هو ده كان مم. رهيب كان حلو جدا طب وانت صغير كنت بتتاثر بحد تـ 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 ياخد عينك كده في المدرسين في البواب في, في 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 مشايات اه كان عندنا طبعا مدرسين كان عندنا مين كان في استاذ انجليزي كده ليه ماشيه وهو بيشرح كده بتموتني ضحك وشكله شكله جد قوي بس كان ليه ماشيه اقسم بالله لا مش طبيعي يعني ليه ماشي وكان في استاذ رياضه عندنا برضو كان رهيب في استاذ برضو كان صوته غريب شويه كده اه اسمه مستر فرج اه كان يقعد يقول اي بي سي دي جي اتش اف جي كي لو بصينا للزمن المضارع البسيط تعال, تعال 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 لي هنا تعال ما تهزرش في قلب الحيط كان صوته كده <applause> بي بينازع ده بيطلع في <applause> 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 كان صوته كان مستر فرج ده رهيب ده والله كان رهيب يعني طب وانت قاعد بتتفرج <applause> على مستر فرج <فارك> ده <تصفيق> <تصفيق> شايف نفسك في يوم من الايام هتبقى على مسرح او قدام كاميرا وبتقلده ولا ما كانش عندك فكره انك تبقى ممثل؟ لا أنا كان زمان آه الموضوع ابتدى ازاي ان انا يعني زمان حد عرض عليا اعمل اعلانات وانا صغير اه وبعدين حبيت يعني كان نفسي اعمل ورحت قلت لامي وقالت لي احنا مش وش الحاجات دي يا محمد وكده وبعدين ايه فضل الموضوع جوايا لحد بقى ما جيت دخلت اولى ثانوي موضوع صحي تاني في مم. في الفسحه دخل المدرسين بيقولوا عايزين ناس تمثل وبتاع م. رحت رايح م. خدت دور م. في مسرحيه كده كانوا عاملينها م. وبعدين صحابي اقنعوني نمشي اللي معايا عشان ما خدوش ادوار فمشيت معاهم <applause> اه والله العظيم بقينا نقعد بقى نقلد بقى ايه م. اي وكان عندنا مدرس اه افتكرت كان اسمه استاذ عبد الوهاب كان بتاع م. فيزي ده أوه. بس ده كان عنده لازمه كان يقول لك ايه آه قانون نيوتن الاول <applause> في الفيزياء. القانون ده لازم هو بيعمل كده بيعمل كده والله أوه العظيم تركزوا فيه اه يا يعني نهار اسود دي حركه عصبيه مميته مفيش بقى احنا مركزين معايا مفيش انا قلت انه مودرن زي الشباب اللي بيقولوا يا دايم رجاء وال... لا. <applause> <كير>. ما <applause> لا ما كانش لا ما كانش لسه شع... لسه شع... <applause> <applause> طيب تعالى بقى نروح للواد سيد الشحات ونرجع تاني لابراهيم الابيض أوكي. انت دلوقتي بتتفرج على محمود عبد العزيز الله يرحمه ويحسن <applause> اكتر حاجه شدتك يعني الاداء الصوت النبره الانسان ضعيف الحاجات آه دي ايه كل كل ده يا استاذه يعني آه. آه الشكل أوه. اولا مبدئيا حتى البوستر كان معمول بشكل كده تحسي معرفش انا تخيلت كده ان هو كان معمول غابه قوي كان استاذ احمد السقا عامل كده تحسي انه ديب شويه مم. كان استاذ محمود عبد العزيز عامل زي كينج كونج كده كان مش عارف مين عامل ازاي لا كان الموضوع حلو قوي فبدايه من شكل البوستر مم. يشد مم. فالدخول طبعا وجود استاذ محمود عبد العزيز طبعا وأستاذ احمد السقا نجم كبير طبعا يعني استاذ محمود عبد العزيز رحمه الله عليه فلما دخلت الفيلم انا دخلت الفيلم ده اربع مرات اصلا في السينما يعني ما كانش نزل لسه فلا الاداء ممتع الشكل حلو قوي الدخول تحفه الكاركتر نفسه الشخصيه حلوه جدا، ممتعه عظيمه يعني، مم. ان واحد متحكم في كل دول وجامد وعارف ان هو جامد، وبيعرفهم ان انا جامد واجمد منكم، لا لا رهيب وما بيسيبش حقه وحاجات كده وقوي قوي، لا الشخصيه تحفه قوي. اه طبعا، مشهد إيه لذيذ كمان اللي انت عملته، ولو ان الحياة بيومي مش شبه احمد سقا خلاص. احنا حاولنا. اه تعال نشوف <تصفيق> <تصفيق> طب انت كابتن ماجد اجيت ما شفتوش وانت صغير لا شفته ده, ده, انا طلعت على الكابتن والله انا عرفت انت من الجيل جيره. بتاع ده اه طبعا طب ده انت فرحت بقى لما عملناها على المسرح عندنا كابتن ماجد آه. احنا عملت دي بهدله الدنيا آه, آه, اه انا كنت آه. ترمي الفرحه بالحاجات دي اقسم بالله آه. الاغنيه كامله والحاجات دي لا تحفه فتخيلي بقى اه انك انت تعملوها انت عملت رعد آه. انا كنت عامل رعد حارس المرمى اللي <ؤس> هو كان بيطلع ينط على العارضه ويطير وكانوا بيعملوا حاجات oh. والجون يجي في تسع سنين oh. والكره تفضل تمن سنين في السقف تحفه <تصفح> لدرجه ان انا كنت فاكر والله فعلاً لما انزل العب كره هيحصل كده محترف بقى ان شاء الله ده هيحصل ان شاء الله ان شاء الله هلاقي أوه. الملعب ايه بيجري تحتي زي التريدميل كده بيلف كده وانا بجري عليه وهو بيرجع لورا يعني انا مش هعمل مجهود والكوره دايما لازقه في رجلي أوه. دي كانت ازمه طبعا وما كانوش بيرضوا يلعبوني معاهم كوره لان اجي احط الكرة قدامي كده تجري طب أوه. يا جماعه ما الكابتن ماجد الراجل الكوره متخيطه في الشوز بتاعه اشمعنى ده يعني أنت خيالك كان واسع اه جدا ومش طيب يعني عالي عن عن الأرض شوية مش أوه مش لامس الأرض اه يا لهوي على الخيال ده ده رعد ده اه رهيب عملته حلو بشكل مش معقول ده كان رعد ده بقى كان هو بقى ما كانش مع الكابتن ماجد مم. فإحنا وإحنا أطفال أي حد مش مع الكابتن ماجد فشرير امم مش معانا هنا خلاص إحنا بنحب الكابتن ماجد اه فبس بس رعد ده الوحيد اللي كان ليه كاريزما اه يعني كان ليه كاريزما كحارس مرمى كده وشعره طويل وكاب وبتاع والشراب مقفزه لحد كانه بينزل البحر بالشراب يعني الشراب لحد فوق كده <applause> والله آه. ويجري ينط على الأرض يسند والناحيه ايه يا رعد ده انت هتحببنا فيك يا اخي ولا ايه آه. آه. ليه كده حبيناه مع انه ضد كابتن ماجد آه. بس الحمد لله عملته بقى انا في <applause> في التصوير بقى آه. عملتوا ايه في بعض لان الواحد دايما بيتخيل انه ذا سينز او في اثناء التصوير انتوا في مسخره ما ينفعش تتعرض اصلا اه طبعا ايه بقى؟ لا ده احنا ما فيش احنا الحوار نفسه واحنا بنقراه آه من كتر ما قعدنا نضحك في الكلام مم. يعني نتخيل الموضوع ما نتخيلش اول كل واحد بينزل الملعب بيطلع على المسرح مم. يعني انا ايه كنت واصل قبل استاذ بيومي فؤاد اه اول واحد شفته كان فهمي قعدت استلمته طبعا شاف منظري والشراب لحد هنا وبتاع وكده فطبعا بقى مش قادر ارد هعمل ايه اقول له يعني اقول له دخل بقى عم يوكا عم بيومي وهو عامل الكابتن ماجد مفيش والله العظيم ما لابس شورت شرعي لحد هنا تمام ابيض وشعره ده عامل له زي الكابتن ماجد وبالنضاره فطبعا احنا سويت انا وفهمي سويت ضحكه مش قادرين مش عارفين ازاي يا جماعه انا مش فاهمه انتوا بتصوروا ازاي لانه انتوا لوحدكم اولا اللي ف... الاستخراعات اللي, اللي بتطلعوها دي اشكال يعني ممكن تتوقع بما انك مصري تتوقع الافيه لكن اللي بيندل التوقع ده اللي انتوا بتعملوه ده الحمد لله كتير اه الحمد لله والله احنا كنا يعني ب... ب... بنعافر عشان نعمل كده يعني والله انا نفسي لما قريت الموضوع اول مره طبعا اللي كاتبين مصطفى صقر ومحمد عز وابراهيم خطاب وكريم يوسف ويعني دول مؤلفين اه ورشه كبيره في حاجات بقى كانوا كاتبينها وطبعا الممثل لازم يبقى ليه اكيد لازم وهم بقى اصحابنا قوي فالموضوع كان ايه يعني بعشم قوي يعني مع بعضين ف قريت قلت له اول ما قريت لفهمي اول ما فهمي اداني يعني قرينا مع بعض بروفا فقلت له دول مجانين يا معلم دول مجانين <applause> فرح قال لي شوف استاذ جندي كان قاعد احمد الجندي فقال ما هو بقى احنا عايزين نطرقع اه <applause> <applause> لدرجه أه. ان احنا واحنا بنصور في ايام قلت له احنا لو خرجنا هيقبضوا علينا يكشفوا على قوانا العقليه <applause> بالذات بعد ما المسلسل ده يتعرض <applause> ايوه لان مطلوبين. طب انتوا بوظتوا ايه, إيه؟ احكي لي مشاهد بعينها بوظتوها خالص احنا بوظنا بهدلنا ايه خالص آه. يعني يعتبر احنا الحمد لله ما بهدلناش ابراهيم الابيض يعني يعتبر اه, آه, آه, آه في... محترم. في اه اه بهدلنا طبعا مسلسل الرحله استاذ آه. آه. بيومي عمل مشهد أه لا كان تحفه <applause> كان توح عمل مشهد حلو جدا مم. بهدلنا ايه تاني؟ لا احنا احنا دمرنا آه الجن الاحمر ابو آه ده 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 عملناه ده أوه. حلقه العفاريت دي دمرنا اغنيه توت توت اه 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 انا كنت عامل الاستاذه هدى سلطان هعمل ايه طيب؟ <applause> وفهمي كان طفله وهنا الطفله الثانيه ما كانوا ثلاث اطفال بس احنا قلنا اثنين اللي هم فهم. كانوا على السرير توت بال بالضفاير دول وفرحانين قوي وكان <تصفيق> <تصفيق> وكان استاذ بيومي عامل استاذ عبد المنعم مدبولي الله يرحمه اه بس بقى طبعا بقى يعني في كمان مشهد آه... ايوه استنى كان في مشهد احمد فتحي عامل فيه المهراجة اه طبعا اللي هي بتاعت الهندي اه طبعا ايه ده يا ابني انتوا عايزين ايه لا ما حضرتك بقى تسالي احمد فتحي هو عايز ايه لانه أوه. كان طالع من راجا بيتكلم خليجي أوه. فاحنا مش عارفين يا جماعه وعايزين ناخده ريفرنس مرجع ليه انا مش عارف عمال اقول لي فاهم هنتكلم هندي ازاي طب لما نيجي نشتغلهم بقى فيقول لي ما اعرفش قال لي فاهم كان آه فتحي كان مسافر الخليج أوه. وشاف نوت كتير وقال لي ما تقلقوش اقعد معاكم برده شويه ما بداناش لسه هو داخل بقى يعمل يعني المشهد دخل انتوا فاكرينه هيتكلم الممثل و... احمد فتحي هيتكلم هندي اه انا قاعد بقى في المشهد مركز آه مع فتحي أيوة عشان بقى ايه لو جات لنا مشاهد وهو مش معانا اعرف بقى واحنا بنشتغلوا في الهندي يتكلم. تمام فجاه راح متكلم خليجي <applause> فانا طبعا عمال كاتم لان ده مش هندي ده خليجي يا باشا ده خليجي مش هندي فعمال ابص لفهمي واضحك ففهمي بص لي وراح قال له قال له على فكره انت بتتكلم خليجي مش هندي في المشهد قال ايه اللي بيتكلم خليجي ده دي ضحكت طبعا احنا طالعين غالبا بنتكلم خليجي مش هندي اه آه, اه انت دمرتوا الهندوه اساسا طب حلقه العفاريت حلقه العفاريت دي يعني الجنان فيها معدي اه معدي 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 لدرجه انا اتفاجئت بجد والله من الدماغ يعني اه, آه انا وانا بسال فهمي قلت له حلقة العفاريت دي هتبقى بتاع والعفاريت يزولنا فقال لي لا اقراه وبتاع فقريت فقلت له كان في حاجات اتعدلت فيها يعني قلت له ده احنا اللي هنخش لهم يا معلم فقال لي اه قلت له احنا اللي هننزل لهم قلت له. قلت له طب هنخش لهم ازاي عشان ده ما كانش المشهد ده مش عندي قال لي هنخش لهم من الكبانيه هو قال لي كده وانا بقى له حلوه يا فهمي اقسم بالله يعني كنت ما ضحك واحنا بقى في مشهد واحنا واقفين على الحلق الحلقه <applause> الحلقه خشبه اه بتاعه السلطانيه اه السلطانيه دي بقى وهو وهو كان ساعتها في شروط عشان لازم ندوس على السيفون بايدينا الشمال ومش عارف ايه ونصرخ صرخه انثى فهو راح قال لي فخر اصرخ انت صرخه الانثى عشان صوتك رفيع فطبعا انا رحت عم... دي أوه. وهو قاعد يضحك عليا يعني هو قاعد يضحك ودي اتثبتت وبعدين بقى عملناه بجد نزلنا بقى عالم الجن أوه. بقى بقينا احنا إيه اللي بنزاول الجن هم أيه. بيخافوا مننا تحت أوه. أوه. فالموضوع بقى كان ضحك بالنزل. الفكره اصلا جايه العيال هم اللي كاتبينها الورشه انا العيال دي عشان اولادنا يعني اه يعني هم هما وفاهمين مصطفى هو وفاهم اه هم وفاهمين, وفاهمين. الاثنين هم فكرتهم لاسعين لاسعاد لا هو مسلسل الحقيقه انه علق مع مع الاطفال الحقيقه قوي لانه برضو الضحك الطيب يقرب الولاد قوي ده ده والله العظيم يعني من فضل ربنا علينا يعني الحمد لله والله يكون كان الواحد متفاجئ برد الفعل الواحد ما بيبقاش متوقع بس بيشتغل كويس ربنا هو اللي بيكافئ مفيش ساندوتش سجق حدر والله العظيم هعمل لك نا... <تصحيح> نكلم مع الناس شويه يا ابني ما مش ممكن دا. الناس يبصوا علينا ونتكلم واحنا بنقول هم ده احنا ده احنا تخنا وهم تخنوا وكلنا روحنا في طب انا ذنبي ايه؟ انا بقى لي تسعة ايام ما اكلتش لما عرفت ان انا جاي هنا والله الع... يا... يا صباح والنبي <تصحيح> اي انا استعفيني باي حاجه عشان استاذ محمد هيموتنا ها... <تصحيح> <تصحيح> طيب عشان بقول لك الاطفال اه لازم تعمل كاركتر طفل او ت... كاركتر يخص الاطفال مستمر مستمر نفسي النهارده يعمل فيلم وبكره يعمل مسلسل ومش عارفه ايه وده اللي انا بقول لك انا براهن عليك فيه عشان آه. تبقى بس ايه ثبتنا الفكره عشان لما تسرق يبقى تقابوا تدفع تدافعوا عني وتقولوا ان انا اللي قلت لا على الله حد يسرقها ما حدش يسرق آه. حاجه هو يعمل كاركتر قد اجيلك انا بيه او قد المجانين رب. اللي معاك دول لكن انت لو خلقت كاركتر معين هتشتغل بيه اطفال زي ما انت عايز صح طيب انت دلوقتي عملت يا سيدي مع محمد عادل امام ابننا آه ليله هنا وسرور وبتصوره دلوقتي لص بغداد العلاقه بينك وبين محمد امام ازاي وكرو العمل والافلام يعني الشغل ايه لا امام اخويا انت أم... كنت في جحيم في الهند كمان في الاول كنت في في الهند اه وكنت ج... المفروض في كابتن مصر بس حصلت ظروف مع ما... اه ما عرفناش يعني نشتغل مع بعض يعني. لا امام اخويا جدا اصلا يعني احنا اصحاب كل يوم بنتقابل احنا يعني اللي هو عادي كل يوم بنتقابل ومش عارف ايه ونقعد مع بعض وضحكنا وكده مش شرط شغل يعني أصلا أوه. يعني انا ما اشتغلتش مع امام في حاجات كتير عملها برضو بالمناسبه ف... فالموضوع ما بينا الحمد لله مش رايحين مركزين قوي مع بعض كل واحد عارف التاني بيعمل ايه وعارف التاني شاطر في ايه وبنقعد فاهمين دماغ بعض قاريين دماغ بعض يعني بالمناسبه زي انا وف... انا وفهمي يعني انا وفهمي صحاب من 2010 برضو من زمان قوي اه فامام احنا فاهمين بعض برضو فالحمد لله ربنا دايما كان بيوفق الواحد معاه بنعمل حاجة حلوة يعني أوه دايما الحمدين. كان كان بيبقى عندي حاجة برضو وانا بصور معاه فتلاقيني اطلع مشهد يعني اقول له أوه. هاجي اللي هو ضيف شرف يعني مم. هاجي اعمل مشهد سبحان مم. الله برضو مشهد ده يعلق جدا طب انت في لسة بغداد بتعمل ايه؟ انا في لسة بغداد بقى مم. احنا المفروض في تلاتة كده يعني امام اه وياسمين وانا احنا التلاتة اه بنتحرك في رحلة يعني مش هقدر اقول اكتر من كده بس طيب بقى ممكن. المره دي مع مركز بقى واخد مساحتك اه واخد مساحتي الحمد لله طبعا ومعانا بقى الاستاذ احمد خالد موسى المخرج وعامل بقى سنه اكشن كده يا ولا يا ولا أوه. طب ازاي عايز تاكل وتتخن تاني اكتر ما احنا تخنانين انا وانت وانت بتعمل اكشن ما وبقى. انا انت قمر ولا انت بدعت اكشن لا وال... لا والله بس بحاول يعني بس مم. مفيش مانع من لقمه كبده واحنا يا قاعدين لا ابو انت فضحني فضحني يا ولاد ده انا جاي اقسم بالله قلت يعني مش هلاحق مش هاكل حلو لا خلاص والله من كتر اللي هعمل لك اصناف فرنساوي جديده عليك ولا نسوي ايه حاجات أوليه، أوليه دو شكر، ايه دو سكر شومبيون كونفان شنجلين. ده هنترجمه الاول آه وبعدين ناكله <applause> اه يعني مش عارفه هعمل ايه انا متفائل خير طب انت مش هتفاجئني باي حاجه ولا تعمل اي منظر يا سلام يلا اعمل اللي انت عايزاه والله يا طيب خلينا نتكلم شويه قبل ما سخنولنا لنا العده سخنوا لنا الحاجه الحلوه <applause> ها هل... <العيدة. تصفيق> ايوه <تصفيق> في لهفه عملت حسن فلاشه اه ده برضه عايز ايه انت حسن فلاشه ده بقى كان معايا ربيع انا وربيع وانا أو أو اللي كنت معاهم لان طبعا المسلسل كان بطوله الدنيا وربيع واستاذ سمير غانم واساتذه كتير يعني فطبعا اليوم ده كان حصل كذا حوار برضه ان انا كنت بصور ساعتها مع استاذ عادل امام وكان الموضوع صعب نوفق وكده ده كان ايه كنت استاذ ورئيس قسم استاذ ورئيس قسم اه اوكي اه أو. فده أه ده اللي عملت فيه ايه القرف ده وايه مش عارف ايه المشهد اه اه ده اللي عملت فيه شحات مم. فالمهم اتظبط يوم اليوم ده كان كاتب كتاب اختي مم. يعني اليوم اللي اتظبط تصوير قلت لهم طب يا جماعه ده يوم فاضي بس مم. انا عندي كاتب كتاب اختي قالوا لي تعالى هتصور ساعتين وبتاع وما تقلقش مظبطها يعني وبقيت الايام هنوزعه قلت لهم تمام هو كان المسلسل فكرته ان ضيف شرف حلقه ضيف شرف حلقه اه اه فرحت انا والاستاذ علي ربيع ما بنسترش ما فيش ستر خالص مم. قبل ما ننزل قلت له بص وحيات امك وحيات امك يا ربيع مش م. عايزين نضحك خلينا نتعامل بروفيشنال المره دي م. و... ايه ما مصدقاك ده اللي حصل بقى م. يعني قلت له بروفيشنال وبصيت في <applause> وش ربيع ما قدرتش آه. فهو ضحك وبتاع فقال لي خلاص والله <applause> العظيم قلت له كاتب كتاب اختي يا ربيع م. مش هينفع م. مش هينفع ما روحش قال لها تمام وبتاع وين المهم نزلنا اتكلمنا اول جملتين ثلاثه اربعه رجاله مم. رجاله بتمثل وبنقول وبتعمل بقول له لو لو اتكلمت من غير اذن تاني هسخطك وعملت له كده بس ما مم. كنتش عارف ان انا اللي اللي وردت نفسي اقسم بالله <applause> ده الضحك وانا باصص له بقى كان عامل تسريحه كده هناك الشعر مش قادر خلاص شكرا مع السلامه ساعتين بنضحك واستاذ معتز التوني توني يعني قاعد طب تمام يلا ما تلحقش بقى كاتب الكتاب يلا براحتك <applause> فانا برد عليه وانا مش, مش قادر بضحك بس عدت على <applause> خير يعني المهم لحقت كاتب الكتاب؟ لحقته؟ لحقته؟ <applause> والله لحقته يعني يا حول. يبقى انت علي ربيع عرفته من اله من مركز الابداع علي يعني. ووسوس وكريم واتخذته من هناك على طول اشرف جنا اكو اه بس انا كنت عارف استاذ اشرف من قبلها اه انا كنت عارف استاذ اشرف من 2007 عن طريق استاذ سامح حسين اه عملته راجل وست ستات بالظبط اه فكان بقى اصحابي فريق التمثيل مين خاطر وانور وحمدي اه وكان معانا توب اه كنا احنا في الفريق في نفس الوقت أو كويس تمام فمن هنا عرفت استاذ اشرف وعرفني وجابني في كذا حاجه جابني وسامح كان وانت كنت بتمثل في الجامعه اه فريق التمثيل وسامح بيخرج لكم حسين اه بالزبط. طيب احنا كان ترم طالب يخرج والترم الثاني حد محترف من بره مخرج من بره آه محترف ايجالنا اه فكان الطالب اللي بيخرج مصطفى خاطر آه وكان المحترف اللي جالنا من بره استاذ سامح حسين اه سامح حسين آه آه فكان الموضوع بقى فرحه في الجامعه وفي وسط برضه وفي آه تبتدي تتعرف ومش عارف ايه وكده كان حاجه حلوه جدا حلوه جدا يعني وبعدين عملتوا ايه؟ انت عملت مثلا حلقه مع مع راجل وست ستات عملت اه حلقه في الجزء الاول في راجل وست ستات تمام مش فاكر كانت الحلقه ال 14 ولا ايه حاجه كده بس ارجوكم ما ايش لا مش هنذيعها اهو دي فضيحه قوي كنت عامل فيها دوجلاس كده كان شكلي شبه مشرة الشرير بتاع بكار والله العظيم اقسم بالله مش بعرف احلق دقني وعزة وجلالة الله ما بعرفش أحلق دقني ومأساة والحلاق قافل والاثنين بالليل وأنا قايم ستة الصبح رايح أصور ومش عارف أعمل إيه والحلاقين بيقفلوا يوم الاثنين آه. فما فيش أعمل إيه أعمل إيه رحت شايل الجناب بالمكنة وقلت إيه هسمي الله وخش يا واد آه. خش يا واد هات المكنة وهي الفرشة دي بشوية صابون ما فيش فوم بقى و اه والجو ده نا... صابون وش اه صابون وش اه على آه. 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 طول نتكل على في ناس كانت على الناشف <تصفيق> <تصفيق> تمام ده احنا في نعمه كان عندنا صبور تمام <applause> فالمهم يامي بعديها جابت لنا فوم لما شافت المأساة اللي انا عملتها دين 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 مش عارف ايه طلعت من جوه السالف ده قد ما اعرفش كبر ازاي يعني انا المفروض احلق دقني من الجناب عشان اظبط ال... السوالف بقت كده يا نهار اسود ودوجلاس استاذ سمير الاسكندراني كده <applause> كده والله العظيم وانا كنت لسه في رابعه جامعه م. معرفش حلقت لجوه الشعر زاد يعني المفروض احلق ارمي شعر أوه. الشعر داخل لجوه يعني ايه ما... ده انت كنت مربي ايه ادغال؟ والله العظيم اعرف ده انا هتجنن بسبب الموضوع ده فن... فجاه اقسم بالله بقيت نسخه من مشرة الشرير اللي كان في <applause> كرتون بكار بالذات بقى مع اللبس اللي لي اه طيب دلوقتي اشرف جه أخدكوا خلاص بقيتوا الفرقه اه وعرف عرف انور وخاطر وحمدي وتوب كانوا عاملين عرض تاني اسمه شيزلونج كان اخراج محمد الصغير ده اول مخرج كان جه معانا في أوه. تياترو مصر فعارف دول من هنا وانا كان عارفني من قبل كده وجي مركز الابداع طبعا شاف بقيه الناس فانا كنت الوحيد اللي عارف كل الناس دي وانا اللي صاحبت الجنب ده على الجنب ده جامعه القاهره على عين شمس على كده فالدنيا ساحت بقى بقى الزروطه دي طيب عملتوله ايه بقى دمرتوله اعصابه ازاي عقبال ما وقفتوا على المسرح يعني بروفيشنالز بالعكس والله يعني ايه في صحبي لا والله ده ده استاذ اشرف كان جميل جدا ايوه ما طبعا آه جميل اه يعني احنا بس اكيد طلعت روحه فيكم كان فهمنا لا والله هو فعلا جابنا عشان حس ان احنا متعلمين كويس يعني هو شاف فينا إن مسرح الجامعه قوي جدا قوي جدا جدا وفي شباب قويه جدا يعني احنا طالعين من مسرح الجامعه احنا اولاد مسرح الجامعه وبعدين دخلنا بقى مركز الابداع واللي دخل مش عارف ايه واللي دخل معهد بس يعني مسرح الجامعه تعلمنا فيه الاساسيات الاساسيات حياه جميله دي يعني لو كل الشباب بينخرطوا في النشاطات دي حياتهم تختلف عن انهم يبقوا فاضيين وقاعدين يعملوا آه كلام فارغ لا يعني كانت كانت <applause> فاتعلمنا كويس قوي الحمد لله دخلنا طبعا عند استاذ خالد جلال شباب بقى, بقى بالمعلم اقول لك حاجه عايز تاكل؟ اه الصراحه احكي لي حاجة عمرك ما حكيتها قبل كده حصلت في مسرح مصر كارثة نيلتوا الدنيا في الكواليس محدش عارفها مم. نيلنا الدنيا في الكواليس أصلي مش معقول تكون محصلش. ما حصلش عشان لما نتفرج على العمل نفتكر إن دي الرواية اللي العيال أو مثلا محمد هو ومش عارف إيه وعلي ربيع أو هو إيفر كانوا عاملين بلوة <تصفيق> <تصفيق> كان في عرض انا وربيع هو عامل ابويا وانا عامل ابنه كنا المفروض مسافرين ماليزيا تمام والراجل الامن بتاع البوابه بتاعه المطار كان انور مم. كان ماسكنا مبهدلنا جامد نعدي بتاع يزمر نروح راجعين لا انتوا معاكم حاجه معدن المهم جينا في اخر لقطه خلاص وصلنا المشهد اللي قبل اخر واحد ان احنا بالفلنا الحمالات فايه فتمام جايبين ضحك قاعدين طبعا لابسين تحت احنا لابسين شورتات طويله كده تحت الـ... تبع اللبس برضه. اقترحنا نخش بالشورتات دي ولا بلاش مش عارف ايه طب شكلنا طب مم. فالمهم قاعدين انا وربيع خلاص الدخله قربت وهنخش ببنطلون بتاع لفلنا بحملات ما فيهاش جديد فانا عمال افكر افكر فرحت باصص لربيع كده قلت له ايه؟ مم. قال لي بناطيل قلت له لا يا معلم انا مش معاك وراح تدخل <applause> على مصر دخل ورايا هو كمان فجاه لقيته في طبعا كل اللي في الكواليس بالاخراج بضحك ما فيش وكيوهات مستنيين وحاجات ما فيش انا قلت له انا مش عايز اخد الجراه وفي نفس الوقت خايف اخش بشرطه وفلان حملات قلت لا ما بدهاش يعني بقى رحت يدين ودخلين على غير بقى اللي يبقى مثلا واقف مركب كبسوله هيتضرب طلقه جوه آه فتلاقيه مثلا وانت بتتكلم وهتعمل ايه طب والدخله بتاعتك تلاقي صدره فرقع مرة <applause> وانت بتتكلمي <بمشيح> مفيش اي حاجه <applause> فطبعا نلحق نجري هات مش عارف ايه بقى آه غير بقى طبعا الحيوانات اللي بيجيبها استاذ اسس بيجيب حيوانات حقيقيه معانا لا والله وهو بيخاف من النمله طب ليه بيد مقالب لي؟ لا هو بيحب يعني يعمل شكل كده ساعات بيجيب مثلا جاب مره نسناس معاه <applause> أو الله اه والله العظيم كان بيخش بيها على المسرح خايف يعني كان يخش اقسم بالله عارفه اللي بيلوش وانا بترعب انا جريت من <applause> بموت من الرعب آه بموت آه من الرعب اقسم وده داخل عامل ايه خايفين ولا وخايف العرض كله باظ مفيش دمار يعني لا لا حاجه رهيبه طب قول لي انت بهذه الطفوله والروح الطعمه قوي قوي دي بتعمل ايه مع ليلى؟ ليلى ده روح تسع شهور بتقولي او 10 عشرة شهور اه دليله روحي يعني هتربيها بال... بال... بال ولا هتعمل اب بقى والله العظيم لحد دلوقتي ما عارف اه احنا مبدئين دلوقتي بنشد مع بعض عشان اللعب يعني ايه لان انا ليا لعب يعني عندي درج لعب م. بتاعي اقسم بالله في ال... في الدريسنج درج ومعايا باتمان وهالك ومعايا دنيا دنيا تعجبك يعني <applause> وفي المكتب جايب حاجات برضو على جنب كده المكتب عندي ايوه جايب و... طب وانت مش هتجيب لها لا ما انا بجيب لها أوه. بس ما تلعبش بقى يعني بدانا نشد بس هتبتدي ما هو بدانا بقى شدت شدت إيه؟ معاك في ايه يعني شدت معايا في باتمان اول امبارح لا يا والله كان عايز تاخد الباتمان انت هي بتشد باتمان فقلت لها خدي بالك وبتاع فمش عارف ايه فراحت معيطه طيب. ما فيش وهي لسه ما بتتكلمش ولا اي حاجه بس هي بتفهم يعني اه قالت لك ابويا ده اه ابويا ده شكله عيل <applause> ده بيشبط في اللعب يا خرابي ده انت ممكن تبقى انا عمود اتفرج عليك وانت وهي بتكبر في حضنك لا لا ده الحمد لله يا رب الحمد لله وربنا يدي كل الناس يا رب دي نعمه من ربنا حاجه حلوه مم. طبعا. قوي حاجه, حاجة حلوه, حلوة. يعني الحمد لله الحمد لله يا رب وربنا يخلي لنا اولادنا واولاد الناس كلهم يا, يا ربي رب يا رب يا حبيبي يخليها لك يعني فرحة فرحة انا حبيبي. ما كنتش متخيل الموضوع خالص يعني الحمد لله حبيبي. ربنا يخليها لي يا رب طيب حبيبي ما دام انت طيب كده وقنوع وجميل هتجيبي لي حاجة كلها؟ على رفقة اه يلا بينا اقوم اكلك في المطبخ؟ اه طيب حبيبي يلا يعني, تعني... يعني نشمر؟ شمر وعمر الله اكبر يلا يلا <applause> اهو جينا المطبخ اعمل لك ايه؟ احنا مش جايين نزور المطبخ امال احنا انا الوعد كان نيجي ناكل في المطبخ ايوه طبعا ان شاء الله بس يعني عايزين كده يعني نروق الاناني الاول عشان الواحد ي... طب ما يعني يعني المثل بيقول ايوه اتعشى واتمشى او لاقيني ولا تغديني ولاقيني ولا تغديني انا لقيتك اهو ما غديتنيش ليه طيب ما انا هلاقيك اهو <applause> ماشي حول الله تعالى نخلينا نعمل حاجه لذيذه الاول يبقى سندوتشات اللي في الشنطه صح <applause> مش مهم. اممم ماشي. اوكي. هو أو مفيش أي سسبنس بالنسبة لي في إن ورق يطلع كان نفسي سندوتش مثلاً أهو. بكاتشب مايونيز أيوة مسترداكت شوية مخلل دي. خيار خردل أيوة. آه. <تصفح> <تصفح> ناكل الكوتشينة؟ لا لا عايزين نسخن ونفتكر البصرة بس بص... ب... فكرني بالبصرة. بص يا ستي فاكر عشان اللي يكسب مننا ايوه يا ياكل التاني يعني في اكل اه اه طب نلعب آه بقى اه ما انا جايبه لك اهي بص حاجات انا هاكل ايه. توابل طيب هسفها آه دي ماشي <applause> <applause> او اللي يخسر هو اللي يقوم يطبخ والتاني يقعد باشا يعني في حاجات تطبخ ايوه ماشي طب كويس والله يا رب مفيش ثقه خالص الحمد لله انا بدات اشك في الموضوع انت عارف ليه انا طلعت البصره دي جات لي في بالي ليه عشان انا لما نبشت شويه لقيتك ان انت في كذا سنه قضيتهم على القهوه. اه قاعد ما بتقومش. اه طبعا طوع ايه بقى؟ كنت بقوم بقى يعني بعد ما اتخرجت من الكليه كنا بنحاول نسعى بقى ندور عايزين بقى حلمنا في التمثيل ندور على شغل وبتاع، الموضوع آه. كان صعب في الاول شويه بس احنا كنا بنسعى آه. فالفترات اللي ما كناش بنسعى فيها او ما فيش حاجه بنبقى قاعدين على القهوه. نلعب آه. بقى كوتشينه. ااا في ناس باك بقى كانت تلعب طاولة لعب القهوة بقى حاجات اه وفي ناس بالمناسبة كانت بتشتغل وتقعد على القهوة برضه بالليل كده زي نادي الصيف انتوا من الصبح لا احنا بنستقبل الناس دول <applause> نبقى قاعدين من اول اليوم بنفطر على القهوة ونستقبل بقى الناس اللي بتشتغل طب مين اللي كانوا زباين قاعدين بيستقبلوا معاك من اللي موجودين دلوقتي؟ كنت انا وخاطر وانور وحمدي و اه كل اه لا. كل الناس قاعدين بس دلوقتي. انا قالوا لي ان انت في الوقت ده كنت بتروح اوديشنز كتير اه كتير جدا اه كنت تعمل ايه بقى بروح بقى المكتب مم. يقول لي اقف كده فاقف يقول لي قول اسمك <applause> فاقول له محمد عبد الرحمن مم. فيقول لي طيب بروفيل يمين فبروفيل يمين <applause> بروفيل شمال فشمال فتمام خلاص شكرا قول رقم موبايلك اقول رقم الموبايل وامشي بس مم. خلاص <applause> اه بس ساعات بقى يبقى في جمل بتاعي قولي يقول لي قول كده جمله فاقول الجمله طبعا ببقى متوتر موت فبس واقول الجمله واتكل على على القهوه اه بس اشتغلت اشتغلت عملت اعلانات دول آه عملت طبعًا. طبعًا. عملت اعلانات كنت هيرو اعلانات يعني ايه زيرو اعلانات هيرو <تصفيق> <تصفيق> زيرو اعلانات <applause> اعلانات ما بتسخنش <applause> يلا هات فكرني بقى عشان انا من زمان يام. ما قعدتش على القهوه افكرك بل... احنا عايزين شيشتين واثنين حلبه بحليب هنا والدنيا تبقى اهو اثنين شيشتين واثنين حلبه بحليب بس مش عارف ايه سكر ميزه <applause> سكر ميزه <تصفيق> <تصفيق> البصره يا ستي انا فاكره ان بتقعد نقيد ونعمل بولا من مية اه انا هقيد يلا فقط. ماشي اهو البولا من مية الورق ب 30 طيب والبصره ب 10 اوكي اوكي يلا تمام ماشي يلا هفنط الأول أيوه عشان كله في حاجة اسمها اقطع ولا مش عارف ده لسه هنقسم اه اوكي هنقسم طيب. لسه بس هنفنطها تفنيطة حلوة قوي آه، مت... اقسمي إيه اهو ماشي آه. ليكي ولا للأرض؟ ليا ماشي مش للأرض يعني طب للأرض احنا هيفرق معانا ما يمكن يطلع واد ولا حاجة بيت. ماشي آه, آه. <تصفيق> 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 آه. للأرض أهو أهو آه. آه. وأنا خدت الأربعة بتوعي هو الله طيب مين إيه؟ بقى اللي ابتدي انا؟ اه حضرتك سبعه وسبعه وتسعه <applause> لا دي ارقام دي في البنك احنا <applause> نجمع واحده واحده دي عايزه انا حاسبه دي دول ممكن السبعه لو معانا سبعه ثانيه ناخد الثلاث سبعات دول لا والنبي اه والله لو, لو معانا سته ناخد السته تسعه طب ولو عملت كده لو عملت كده خدنا العز كله <applause> العسل كله فانا اروح مقفلها لك بالبنت <applause> ماشي نعمل ايه نعمل ايه اروح رامي دي الايس <applause> ماشي اروح رامي دي ماشي تمام <applause> تمام بس على فكره انا جعانه انا بلعب وانا مش مركز مش مركز إن... آه. اه يعني منشوف. انا جوع بس اتفضلي ايه دي 8 اه دي اللي على الارض بقى طب كنت اعمله بقسومات هاتوني في حلقه فيها بقسومات حتى اي حاجه الله هجيب لك <applause> كل حاجه صدقني بس خلينا نتسلى شويه ماشي اتفضل أتق... انا اه حضرتك آه ماشي 3 و5 8 صح كده ماشي العبي يلا ماشي, آه. آه... ماشي. وادي الدين ادي البنت العبي تاني ها أه. ماشي وانا اخد بنت ببنت وانا ولد بوء شايب بشايب آه. دي بصرة دي بصرة. آه. دي بصرة اصعب آه. اه البصره دي بيعملوا ايوه آه. آه. كده اوكي ولازم بعديها كده كان في اتنين بيلعبوا على القهوه عندنا ضمنه اقسم بالله كل يوم بفتكرهم بيتخانقوا <applause> اه والله العظيم اقسم يعني يجي يروح انا دي خد يا معلم دين اه خد دي خلي. لا انت مش عارف انت معلم الضم يا لهوي كانت ماساه ماساه اتفضلي طيب ماشي روحانا انا عامل كده واعمل انا كده ماشي حلو قوي ده ده حلو قوي ده اروح انا عامل كده انا اعمل بقى المدمره ماشي بعدين ها دي ولا بعد البصره لا بعد البصره بعد ها ربنا يستر ما تبقاش مفيش حاجه اهو الحمد لله قول بقى اللي دي ها ها بس دي مش بصره كان نفسي اقولها من قلبي من الجوع يا عيني انا وانت أنا, أنا, انا دايخ انا دايخ انا دايخ معقول يا جماعه صاحبه السعاده بس تيجي من السوق بس مليان بالخير ده خير اه ما انا عارف ده أه كان مخير. خير هنا خير طيب يلا ماشي ها لا على ثمانية احط الست سبعة 13 مش موجودة في الكوتشينة ايه الادوار انت مش عم بتقول حاجات لا ما بنعد في الاخر بقى طيب اوكي اه لحد دلوقتي المؤشر خطر جدا جدا انا لحد اوكي ده اوكي ها. ماشي. تمام. في برضو لا مفيش حاجة. شو. سوري انا اسف. ادي نلعب دي. اوكي. اه. ستة وستة اربعة عشر. اه اتناشر. ستة ناسف. وستة. <تصفيق> 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 ماشي. تفضلي. انا شكلي أوه. بقى وحش قوي عمال اقول لك بنقعد بقى والناس بيتخانقوا وبتاع بس هاخد دي. طيب. وما فيش حاجه تتاخد آه. ماشي اهو كومي فين ده اشوف اشوف اهو اه اوكي انت مش واخد كومي قبل كده ما الكوتشينه فيها اتنين كومي في اتنين اه انت حرامي <applause> والله العظيم انت حرامي انت حرامي انت والله العظيم انت واخد كومي قبل كده ماشي خلاص ماشي هو كده كده اللي جاي اخر دور يا بوليس <applause> اللي كده كده جاي اخر دور اوكي وخلاص يعني ما مش فارق والله طيب ماشي اتفضل اتفضل اهو ماشي عشان نقفل لك بقى ما يبقاش إيه في بصر اه تمام طيب هروح برده ايه لعب دي كده أه لا والله ها اهي ها 10 و10 اه ماشي 10 و10 14 ارقام حلوه قوي ستة وستة أربعة كله ماشي أنا تمانية أكيد أكيد إن شاء الله في وسط الأوراق كتير دي في تمانية في ستة واثنين ستة واثنين تمانية أوه. واربعة وثلاثة سبعة وعشان إيه تقري. لا 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 ده أنا مشيت عشرة وعشرة لا ربعتوش. أنت عايز ما... <applause> تعمل كده لا خلاص لا خضر. حر. أنا دي الصراحة كم... كان, كان ليا فيها بس لا ماليش حاجة سنة بقى... سنة ايه دول جايبهم منين؟ إيه؟ ما هو دول اللي انا سرقتهم. اتفضلي بجد بصو كم بصو كم اه والله بصوا كم بصوا كام كومي على يعني انا كان عندي بصره واحده بس انت خدت الكومي قلبته يا ساتر يا رب عليك ده في اللعب في اللعب طي بس طيب يعني انا الورق ده معايا هو الورق من غير ما نعده حضرتك اللي كسبانه طبعا يعني انت كنت عايز تعلمني لعبه تانية انا كنت بدل ما نعمل أه فضايح أه ونحاسب أه بعض اعلمك لعبه تانية. ايه بس هناكل بعديها؟ والله هناكل الحاجة لسه ما جاتش يلا صباح استعجل لنا انا, إنها أنا بدأت أنهار ده عامل زي <applause> عيالي لما يجوعوا اه والله بموت لا آه أس أس لازم مم كل نص ساعة ياكل أقسم بالله يعني ياكل تعدي نص ساعة بيجوع جوع المجاعات ايه ده؟ آه وما عندوش مشكلة بقى ممكن يقوم يفطر مثلا يفطر آه فتة شاورما الصبح الله انت متاكد انه كويس ولا في ناس بتاكل مع جوه ده ما بيتخنش ليه بقى اه اتاري هو النظام ده لما عرفنا بعد كده بي... لما ياكل نص ساعه الجسم يقعد يحرق ياكل وهو بياكل كميات قليله بالمناسبه يعني على الجوع اللي بيعمله ده آه. تلاقيه مثلا ايه كل معلقتين مثلا مش عارف ايه يا سلام فكده تمام اه يا قروب فعلا آه. بيحرق هو مش قاصد آه. هو بس اتعود ان هو ياكل كده كل نص ساعه اه كل نص ساعه احنا هنقسم الورق أني انهي ام ولا زوجه دي اللي هتطبخ له حاجات منوعه كل نص ساعه, مين ساعة دي مين قال أس, اس جاي من كوكب المريخ اصلا <تصفيق> <تصفيق> هتعلمني ايه لعبه كده اسمها ايه بونجور مسيو طيب ولا مسيه اسمها مسيو 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 احنا على ما نتعلم مسيو هتكون الدنيا باظت

اوكي؟ أنا إيه؟ خليهم في ايدك بس كده ما تشوفيهمش، اوكي؟, هومش. أوكي. ماشي؟ م. هنعمل ايه بقى؟ أه. كل واحد فينا هيرمي كارت، ثانية اهو، هرمي كارت كده، أه. اهو، الارقام اتنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة عادي، أه. لكن الإيس الواحد لازم نحط ايدينا عليه بسرعة، آخر واحد يحط ايده أه. هو الخسران. أه. تمام؟ لو طلعت بنت بنقول لها بونجور مدام أوه. لو طلع ولد بنقول له بونجور مسيو ماشي م. لو طلع شايب بنعمل كده طيب اوكي تمام طبعا ما فيش اي حاجه من... ولا ايه تمام ما شغال ماشي. شغال طب يلا العب اهو لعب. اهو أه. ماشي <تصفيق> بونجور مسيو <applause> اه انا اتلخبطت والله اتلخبطت فعلا بونجور, بونجور مدام انا مش عارف اقول فرنساوي قال لي قال ايه القرابة وعمال اقول القهوه وقاعد على القهوه بونجور مسيو ماشي يا عم بونجور ده احنا علينا هبل بونجور لا ما فيش بونجور 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 عايز ابقى ايليت قوي بونجور مسيو بونجور مسيو كان نفسي كان نفسي افرحك يعني تروحي عم كده على القهوه بزبطك اه والله دي فرجه بس كنا بالليل بعد ما الناس بتمشي عشان لو قعدنا لقونا معديين على القهوه بنجغمي عاملين كده دي هيحبسونا كان مفيش حد في الشارع ها ها مدام بونجور, بونجور ميسي هي بونجور ولا بونجور بونجور بونجور, <بونجور مدام بصي حضرتك بتقولي بونجور انا <بونجور> بحس اني برمي قوطه من بوقي بونجور اقسم <بونجور> <xem> بالله بونجور مدام احنا عدينا لك بزياده بقى ايه ده اهو ها ورم دي <applause> ماشي ما شفتهاش ماشي اهو طب اقلبي دي اهي تسعه ماشي إم العب العبي انت ولا العب انا ولا انت. مين انت انت اهو مين اللي كسبان اعتقد انت طبعا يعني بحق ربنا يعني اوكي يبقى يعني انت اللي هتقوم تطبخ حالا <applause> <applause> انت جاي مني تورط انا كنت هقول لك عينني يا خساره تعرف تعمل ايه انا بعرف اعمل حاجات كتير قوي يعني بعرف اعمل مكرونه مثلا اللي هي بصوص اللحمه المفرومه دي يا سلام دي عيش ابوس ايدك ابيانا وبرجيم أو لا ما تخافيش طب اسمع اعملها لي حلو هاكل لك حاجه حلوه بعدها ماشي حاجتين حلوين كمان وعد ولا وحيات ولادي ماشي لكن ما البط عندي من ده ولادي ده لا المحشي نقعد نبرم انا وانت بعدها هنرول يا رب <applause> خش على الثلاجه خش على التلاجه يا هتلاقي كل كل الحركات جاهزه يلا بينا على التلاجة شيف محمد عبد الرحمن او شيف توته لو سمحت ورينا بقى الابداع <applause> حالا احنا دلوقتي معانا سمنه بلدي ايوه انا يعني حاسس ان انا بلدي <تصفيق> <تصفيق> يا رب اهي ايوه بناخد يا جماعه معلقه سمنه ايوه ونسيحها كده في قلب ال زي بص. ما احنا شايفين ما <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني احنا دايما توت زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين انا حاسس ان انا ملك الطبخ الشرقي مع, <applause> مع اني بطبخ مكرونه نسيح <applause> السمنه دي يا جماعه كده ايوه معلقه صغيره يستحسن عشان صحتنا يا سلام إيه والسمنه البلدي والله مفيده جدا ايوه هي آه. ما بتعملش كوليسترول آه. بتعمل دهون بس مش كوليسترول بس مش كوليسترول فعلا كذابه نعمل كده معلش عشان الناس تشبع وتاكل آه. بس عشان الناس تاكل ونجيب معاها سنه زيت صغيره يا حبيبي سنه اهي اهو اه ايه الرئه دي؟ اخراج اهي وبص القصعه دي عجبتني سنه صغيره بتاعت السنه وعندنا بقى ايه بصل مفروم ها طبعا احنا بنشوف الحراره ازاي بـ بـ بنعمل تيست او اختبار يعني للنار كده ان هي ايه الدنيا سخنت ولا لا بنسيح الدنيا اهو بنعمل تيست لسه لسه تمام يلا حلوه انت قوي انت بتقيس السخونه ازاي؟ انا بقيسها بوشي في العادي بس ما حدش يعمل كده يا جماعه <applause> انا باجي بجنب وشي كده واروح حاط حجم الصهد اللي طالع اه بشوف بقى سخنة قد ايه بس هي هتقول دلوقتي يلا هي هتقول معانا اهي بدات تبقى قمر قمر ما تيجي نقلب الطين وخلاص نأكل بيض وخلاص لا 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 عشان لك حاجه حلوه ماشي خلاص يا ابني بتلكك يا ابني ما كنتش الا في البرنامج المكنه ابتدت تطلع قماش اوكي بس احنا بس ايه نعلي النار سناية رقيق قوي مش عارفة م -م. ليه واخد اتيتيود الشفات زي ما احنا شايفين ايوة نحط البصل ايوة البصل بقى ايه مش نحرقه ندبله اه بس ندبله يبقى اصفر كده يعني ما, ما ينفعش ما يغمقش نحرقه. يعني اه ما يغمقش ليه آه. عشان ده هيبقى في اللحمة بعد كده اه لما معانا كمية لحمة تكفي شارع <applause> مش عارفين نتصرف فيها <applause> ازاي <applause> ايوه انت كده البصل السمنه مكفيه البصل؟ ما هو احنا بقى هنروح عاملين ايه؟ ايوه حت... س... سوري انا دهولت الدنيا مسخن قوي في ال اه لا لا عاجبني الاتيتيود قوي اه أو نروح واخدين انا رايي تمسك الحته دي اروح رازعها في قلب الطازه لا احنا هنروح اهو لاحقين لح... الموضوع كاننا ايه؟ ايوه <applause> بنرفي <applause> يعني بنلحق الحته اللي اتقطع. ايوه ايوه نفسي اعمل طبعا ال الحركه اللي هي دي بس خايف لا لا اصغر نفسي واصغرك في البرنامج <applause> بيقول لي ما اخرجش في حته الا لما ارجع واخد النشاط اه آه. وقع. اه وسام الملوخيه وسام المكرونه <applause> كده لازم لازم والله حط يا جماعه زي ما احنا شايفين أيوة. لو شايفين الطاسة يعني احنا حطينا سمنه وبصل ما فيش عندنا داي. كاميرا بتجيب من فوق اهي الطاسه اهي عشان لا والنبي استر عليا طيب, طيب لحد بداك. ما نطلع بس منتج كويس <applause> <applause> بدل ما الدنيا تبوظ البصلة زي ما احنا شايفين ابتدت تدبل وتحس انها وحدانية يعني واحد بيدبل لما يبقى وحداني كده يا <تصفيق> <تصفيق> هو طبعا انت بتطبخ معلقة معدن مش مشكلة اه ما هو ده غلط انا عارف <applause> بس يعني دي خناقاتي في البيت مع مراتي برضه ما تستخدمش تاخد من دول يلا بينا قوي قوي آه. ونحط دي عند ال بصل, بصل. عشان اخر حاجه حطيناها في الصلصه سمنه دلوقتي. هتبقى سمنه مبصله طبعا لكن لو عند البصل يبقى مبصل, من آه. مبصل بصل مسمن بصل مسمن مسمن <applause> زي ما احنا شايفين الريحه طلعت اللهم صلّي على النبي الله اكبر آه. صلاه النبي صلاه النبي اللهم صلّي على النبي اهو حبيبي ناخد اللحمه الجميله بتاعتنا ايوه ونحط بقى ايه ايوه على قد ما احنا عايزين ايوه اهو بسم آه. الله بسم الله ايوه يا سلام يا سلام يا سلام أه. نحطه انت وكل. بتطبخ في البيت يا محمد؟ كنت بطبخ وانا لوحدي قبل الجواز يعني قعدت كده شويه عشان كنا بروفات المسرح وكده اه وساعات بعمل مع اي حاجات مراتي يعني اه بس وبتنجح ولا بتهزقك وتقعد بقى تسبستفك؟ ساعات بعمل مع مراتي حاجات م... <applause> <applause> مش عارف. لا والله في حاجات بتنجح اقسم بالله بس هي دايما انت ما ماشي بالبركه كده طبعا ولا أوه. ولا بصل ولا, ولا اي حاجه هي بصل والحاجات. مفروم بنخش ننفذ على طول مم. يعني هو بصل مفروم مع اللحمه يا سلام انا كده انا بالصلاه على النبي اه بالصلاه على النبي مش يقول لك وفي ناس بتحط ميزان في المطبخ توزن جرام ده دي بقى 5 جرام مش عارف ايه ومش عارف 200 جرام ميه طب ليه يا عم ما, ما تشرب يا يعني. عم <applause> لا ويعني حاجه عجيبه وانا بحب اكل اللحم أصلي وبحب كنت الاول بحب الفراخ اه لما اتجوزت مراتي بتحب اللحمه فبقيت احب اكل واكيد بتعملها اللحم. عبقريه طيب. اه بتعملها حلوه قوي الصراحه مم. والبفتيك ده بيبقى ايه اجرك الله اجرك الله مم. الدنيا شكلها هتضحك لنا قوي بامر الله بامر الله بامر الله, الله. <applause> 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 صلاه النبي انا حاسس ان احنا بنبيع شمام انت بت... اه لا وبتطبخ في فيها... تحس عيد عارف العيد بتاع الفلاحين لما يبقوا الفلاحين قاعدين كده بيحضروا لهم الفته والمش عارف ايه ايوه على النبي هو دايما كانوا في العيد كده اه يلا بينا احنا عايزين دلوقتي نص كوبايه ميه عايز ايه يا حبيبي؟ نص كوبايه ميه اجي اساعدك؟ لا 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 ده انا زي الفل اوكي وانا.. انا اه ثانيه واحده ماشي مش مشكله أه. خد من من فوق ايوه من الوش نعمل كده ما شاء الله برافو مش مهم ولا يهمك بس حلو قوي اه ده عشان العين اه عشان نغزي نخزي بيت... العين طبعا طبعا نروح لسه عميث... انت هتحتاج ميه دلوقتي مش تحمر شويه لا ما هي بس عشان تشم بس تحمر فعلا ولا ايه مش عارفه انت اللي بتاكل <applause> <تص خليكي معايا الله يستر <ستوريك> لا أنا... محتاجه تحمر عشان اه ولسه هنحط فلفل اسمر يا جماعه ايوه عشان الزفاره يعني هي ابتدت والله الريحه الحمد لله يا رب بقت تبقى حلوه اهي زي ما احنا شايمين قمر اللي اخترع تحمير البصل في السمنه ده مم. يعني الحقيقه مصيبة. عمل اهي اهي اه اه ولا مصيبه ولا اي حاجه وصلّى الله صاحبه السعاده والله فعلا إيه يا ابني مش ايدينا دي انت اللي بناكل بيها الله اصل في ناس يقول لك لا ما هو اصل انت ام كلثوم كانت مره كانت تاكل بايديها والله العظيم فمره واحده سالتها ليه بتاكلي بايدك قالت لها ده بقي ودي ايديا ايدي انا راح ابو آه. راح فيش بقى حاجه ولا شوكه متلوثه ولا سكينه ما اتغسلتش ايدي لا ده طبعا فرح. طبعا, يعني ده احلى حاجه ده احنا ابتدينا بقى نبقى أمر. قبل ما نحط ال الفلفل الميه هنحط الفلفل عشان اللحمة, اللحمه ما تبقاش زفره صح عشان اللحمه ما تبقاش زفره اوكي معلش ممكن انا اكون بحط فلفل اسمر انا بعمل حط دول وخلاص ايوه يا حبيبي هعمله ايه دول آه ولا حاجه ما على دول هيقعدوا لا, لا ومش يعني ممكن اكتر كمان اه ما انا برضو جميل آه. بس هنقلب التقليبه دي انا عايز طعم الفلفل الاسود في الاكل وانا برضو جدا اهي ايوه افتح رايحه رايحه التشويح ابتدى صوته يطلع زي ما انتم سامعين وبلاش تبقوا شايفين دلوقتي <كشف> يعني خلينا احسن دلوقتي مستمعين اه <كشف> اوكي لحد ما نوصل لنتيجه حلوه اوكي انا بحبك قوي عشان انت مصدقاني انا ح... انا بحبك وخلاص تقول اللي تقوله ونحط اهو اهو ونقل كده حطينا ما يبقاش بقى فيه ايه ريحه زفرة للحمه اه <applause> <applause> <لحمة> اوكي <applause> زي ما احنا طيب شايفين طيب انت دلوقتي حطيت ميه قبل الصلصه اه طيب اوكي برضه ده اختلاف ده موال تاني ايه والله اه والله هنحط برضه ايه شوية كمان شعراية مع المية عشان نبقى ايه لا بص الرشة خرابي على الفن شفتي؟ لا راقص باليه لسه في الملح يعني اه هتشوفيني بس أنا ما بحبش آكل بالملح كتير لا أنا يعني مش كتير بس لازم أستطعم كمان ما أنا جاية أموت نفسي يعني والله العظيم ابتدت تبقى قمر الريحة باينة جدا سهلة اه جميلة وانت قاعد في البيت كده على طول ومجابة. طب وبتعمل ايه تاني يا محمد؟ وانت في ايام العزوبية كنت بتعمل ايه؟ كنت بعمل بوفتيك اه وكنت بعمل بقى صنية بطاطس آه. برضو آه. باللحمه آه. وكنت بعمل ايه الرز مش قوي الصراحه كنت دايما بفشل فيه آه. <applause> بس بقى يعني انا حاولت انا امي ربنا يديها الصحه بتطبخ طبخ بريمو طب. اختي بقى شربت منها الصلعه بيقولوا كده ده مشهوره اختك بالموضوع ده آه, اه 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 لا ده في الاكل بقى اسالي بقى اسالي ناس كتير بقى اه سعدني وعمر متولي وخاطر طبعاً وكل الناس اللي معانا وربيع وكل الناس اللي معانا طيب وانتوا عزاب مم مم مين كان واحد اشهر واحد فيكم بيطبخ وتروحوا تاكلوا كلكم دعاء؟ اه خاطر آه خاطر كان رهيب خاطر بقى كان يعرف يعمل مثلا لوبيا اه فاصوليا بسله الصراحه وجرب آه تجربه في المحشي جربنا تجربه مم بس طلعنا كائن بنربيه لحد دلوقتي ما بقاش محشي يعني, <applause> يعني مش عارفين بس مخبيين الموضوع ده عن الناس يعني ما بقاش محشي يعني كان ايه شخصيته ايه؟ روار عنب ولا كان مع ايه؟ هو المفروض كنا عايزين نعمل محشي كرومب اه بس احنا حطينا في الحله لقينا حد قاعد آه جنبينا يعني ما تعرفش ايه اللي حصل <applause> يعني المفروض كنا يعني بس الحمد لله لازم أجيب مصطفى خط مصطفى هتيجي تعمل لنا الكائن لا لا خاطر لا. بريمو أنا وخاطر بس طيب. خاطر يعني ترف له برضو لا بريمو اقسم بالله الريحه احلى حاجه في الدنيا الاكل يعني اه حتى سندوتش الجبنه اللقمه الواحده بحته جبنه نعمه والف نعمة أوه. ما كانش يبقى نعمه فعلا من نعم ربنا أوه. الحلوه قوي عظيمه نعمه أوه. عظيمه نحط بقى الثوم التوم ممكن نستخدم ايه اه اه معلقه البصل اوكي اه مفيش مشاكل ما حدش غريب معانا ايه يعني. مفروم جميل كده يا لهوي اول مره اشوفها دي اه نحط كده واو وكتير اه لان التوم هو روح ال الصلصه دايما بتاعت المكرونه اه لازم يبقى فريش ما يتقليش لو آه. بقى مقلي كده هيبقى ها... هيبقى يتعمل بيه حاجه تانية يتعمل آه. بيه ملوخيه يتعمل آه. بيه حاجه تانية كده برضو معلومات برضو طيب طول ما التومه انا اي مكان بخش فيه لازم التومه دي تبقى فريش اوكي يعني بعد ما تخلص خالص اديني بقى يا معلم تومه فريش اه برضو فكره يا سلام فكرة. على اللذيذه والقمر وهنحط شويه ايه فلفل طيب. اسمر انت مش مكتر الفلفل كده ماشي ماشي حط حط انا معاك والله لما نعمل ايه لذيذ وهنحط شويه ملح ايوه هنا بقى ظهر الملح ايوه اعتقد هتحتاج اكتر اكتر اه كمان اي أيوة. تاني ايوه ما انت هتحطه على ده كل ماشي انا معاك للاخر بس كده تمام أوري. لو عوزنا بقى نبقى نملح تاني وهنجيب المعلقه برضه إيه اللي استخدمنا نفسي. بيها البصل ايوه نروح حاطين ايه الصلصه نصايه صلصه كده نصايه معلقه صلصه لا نصايه علبه يا صغيره اه يعني اه سوري ونروح وهنروح عاملين كده <applause> اوه لا في فن والله والله عامل لا عنده خبره زي ما احنا شايفين ممكن نستعين بشويه ثوم خفيفتين بس وما تخافوش يا جماعه التوم مفيد للقلب جدا وللجسم والحاجات دي كلها. مم. انا انت دلوقتي عملت المزيج الصوص بقى. ال... اه حته سمنه كمان والوش كتير. يا ساتر يا سا... على التاتش بس هي دي هتشوفي دي هتعمل ايه فينا كلنا؟ اه هناكل وننام كلنا <applause> هتشوفوا حتة السمنة اللي مستقلين بيها أيوة ورد ورد طيب اه احطه ممكن. مع البصل عادي كلها, كلها, لا. كلها لا. آه كلها كلها في الاخر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بس اللحمه عماله تعلى مش عارفه تخرج من الطاسه <applause> بسم الله الرحمن اوعى تعمل كده لا مستحيل اوعى <applause> <applause> انا ما عملتهاش وانا الطاسه فاضيه اه اعملها وهي فيها لحمه انا كنت خايف الطاسه فاضيه ونروح مقلبين نخش كده بالايه بالحنجل والمنجل على اللحمه عشان ما تاخدش بالها ان ايه دخلها صلصه تستوي بقى براحتها طب بص بقى اقول لك حاجه لحد ما الصوص يتسبك نقي لي مشهد من الواد سيد الشحات تحب نشوفه دلوقتي مع بعض مشهد من الواد سيد الشحات احب اشوفه أه. بس في <applause> مشاهد كتير قوي بقى اه انت نفسك في ايه؟ وحشك ايه؟ غير اللي كلمنا عليه غير اللي هو بتاع ابراهيم الابيض ده اه قلنا ابراهيم الابيض وقلنا العفريت الجن ده وقلنا الكابتن ماجد وقلنا كابتن ماجد وقلنا, ماجد وقلنا ايه تاني؟ وقلنا لل... في المشهد بتاع الجوكر اه بتاع حلقه الزومبي ده مشهد الجوكر ده كان علاء مرسي استاذ علاء مرسي عامل الجوكر اه وكنت انا بكلمه في التليفون عند كشك كده و... الجوكر بتاع باتمان يا ربي دمرته على التاريخ بهدلنا الدنيا علاء مرسي جوكر ما <applause> لا حول ولا قوه الا بالله طب هاتوا يلا ده يلا احد قاعد يتامل كانه يعني مستنين مستنيين عمل عظيم قوي أو قصيده شعر انا حاسس ان ابني بيتولد دلوقتي والله باصص لها بفخر قاتل الله جوع اه والله اه والله فعلا اه الله يا ساتر يا لهوي يا الله. خرابي طب تقليبه للنبي كده تقليبه يا سلام عليه الصلاه والسلام اه معسله كويسه ولا طلاق ولا في حته كمان؟ معسله هي ماشي بس لو بتحبي الصوص كتير تمام عشان يعني. الحله انت هتقل... هتقلب الصوص على المكرونه على طول؟ على وش الطبق اه احتياجاتنا طيب زي يعني ما انت عايز اه انت يعني. عايزه نقلبها دربكه؟ انت حر ماشي لو عايزه اعملها منظر خواجه كده خواجه؟ اه اتفضل حضرتك واحده شكرا بونجور مدام بونجور مسيو ماشي بونجور مدام لازم واحنا بقى مش انا اكل انا بنجوك كده تمام حلو قوي احتياجاتك كده تمام من مكرونة انا ممكن اكل في الحله بس عشان إلا اعصاب إلا المشاهدين اللطافة اه عشان بس نراعي اعصاب المشاهدين وانا بنشوخ مدام بونجور بلسيو وتعظيم سلام للمكرونه ايوه معلش بقى انا ايه لا لا حب حف, حف مكروني قوي حف يا حبيبي هاخد بس خمسه كده بس <applause> عشان نبقى ظبطنا الطبع عشان شكله حتى اهو انا عارفه انك انت بتحب تاكلها بالمعلقه ايوه اهو صلاه النبي صلاه النبي الله اكبر احنا هنطلع نبيع بره دلوقتي <applause> <applause> هم احنا هنلحق ده هيموتونا اساسا اديني بقى مش عارف حضرتك؟ الشعب بتاعنا هنا أوه. الولاد الاولاد اللي ورايا دول اه ها بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم. استعدادات خراب بس حلو قوي شكرا اتفضل شكراً. حضرتك والله كنت كلت من الحله والناس جميله مع وطيبه لا لا ماشي لا ما الناس ما الناس معانا في اي حاجه ايوه عارفين ان احنا مش دايما عاملين فيها داعة. انا بحب بقى الصلصه عشان كده ايه بحبها صلصه زياده ندفي عليها حضرتك. ولا نسيبها تشيط ولا ايه لا ادفع عليها بقى هي هت هتال... والبتاع معقد شوية بس ابعدها خير. عن العين طيب طيب ماشي بعيدها عن العين تحسي ان انا محسودة اللحمة دي محسودة يا سلام يا سلام يا سلام انا معلش بقى ليا برضو ايه اسلحتي قبل الاكل بعد اذنك انا اسف يا نهار ايه ده خيار وفلفل عشان ابرد ووو وح... انا هاكل من هنا بقى هاكل من هنا انا احسن عشان ابقى ايه جنب الصوص بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما احنا شايفين بنطبخ الاكل وناكله في ساعتها الحمد لله الحمد لله يس موافقه حلو قوي ملح؟ انا عشان باخد اكتر منك يا جماعه والطبق هايل في الصلصه وزي ما احنا شايفين معلقه المكرونه حلوه قوي <applause> مكرونه فخر العرب اه على الله سهيل شفتوا الطريقه لا والله بجد يا جماعه والله العظيم فظيعه اللهم لك الحمد المفروض نقول حاجة ولا نكمل أكل صح؟ عادي نص طيبة شوكتين كده وبعدين هحللك بقى ماشي عارف أنت اشتريت نفسك بالأكلة دي؟ بجد؟ أنا قلت أنا قلت بقى مفيش بط يبقى أحاول أطلع يعني أكيد في التلاجة كان في لحمة بس أنتوا مخبيينها عني بس تمام لا لا حلو كده أنا بقى دلوقتي عشان رضيت عليك وانبسطت من أكلك مم. أعمل لك حاجة حلوة سريعة ماشي ورخيصة جدا حلوة قوي والأكلة دي على فكرة رخيصة برضه آه ده هو مش شرط ما يعني آه بس يعني قصدي سريعة ورخيصة وجميلة يتدرب عليها شوية قطيتين بقت لحمة مفرومة لا يقل... يلا اجهز بقى بعد ما نخلص الطبقين دول انا جاهز انا جاهز انا معاكي والله مم. يا كان نفسي تبقوا معانا والله بعد الحلقه قوموا اعملوا زينا انا عارفه ان انتوا جعتوا ورقكوا جري حاجات بسيطه وفي البيت موجوده اه والله يعمل لك حاجتين صغننين سريعين ماشي بيكلفوا 45 قرش اللهم صحيح. شعريه ايوه سمنه مقدوحه تمام <applause> يا سلام نحمر الشعريه في السمنه ماشي انا موافق في 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 بهجه كده في, في الاكل كله بهجه اه فعلا صح أمال ليه بيقعدوا يقولوا لنا دايت وما دايت؟ و... ده أنا مهرية، اسكت. والله العظيم مش فاهم. اه والله، ده أنا باكل هنا في البرنامج بس الناس مش فاهمة وبتخن ليه هتجنن أنا. <applause> لا صح. بتخن بطريقة غريبة جدا. احنا لسه واكلين مكرونة، لو خدتي بالك بتخن شوية. يا عم كانوا بياكلوا زمان أنتِ على حول الله, الله يا ما أنا هتجنن بقى من الموضوع ده. اه. يعني بسم الله ما شاء الله زمان كانوا محاشف مكرونة في سمعناش احنا في الافلام القديمه الابيض واسود دي الستات كانوا سمباتيك اه, آه, آه وكله بياكلوا كده ومحدش قال اكلتي سندوتش المحشي ها؟ لا سندوتش المحشي لا انا اعرف في المدرسه كنا نجوع نعمل سندوتش بوز لا 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 ده سندوتش المحشي ده ما ينفعش المحشي يبقى طازه عشان لو اتقلى في السمنه هيتهري لازم يبقى يبات مسك نفسه كده مسك نفسه سنه وتحطيه وشين كده في السمنه البلدي تك تك مع نص رغيف بلدي على النار لو اتلسع كده يبقى يا سلام او يتسخن في الميكرويف لا بقى ما انت ما خلاص ما ما يعني ما فيهاش مايكرويف هيبقى خواجه على الموضوع قوي بوظت الصوره يتزرف بقى في المحشي دب 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 تك 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 كان في واحده بتقف في العتبه بتبيع سندوتشات محشي على طول اقسم بالله وفي سندوتش الكشري لا ده انا اعتقد اه, انا مش آه. عارفاه ده أوه. وتعرفت على سندوتشات البطاطس المحمرة والحاجات دي من عند بتوع الفول. اه. بص بقى العجوه العجوه كيس أوه. عجوه طبيعي. أوكي. تفتحه وتقوم شايل البذر. بس. وحضرتك تفرده كده في الطاسه. يا سلام. ده العجوه نازله بتزغرط. اه بتلمع كده و... وبنت ناس كده. اه قوي خلاص فردنا في الطاسه. تمام. اديناها. احنا غالبا ما شبعناش ولا في حاجه صح؟ لا احنا ما بنشبعش خالص نديها شويه ميه عشان تبقى مربى يلا يا سلام انا حاسس ان انا عايز اصوت من فرحه والله العظيم <applause> انت بتحب وسن... <applause> الحاجات دي؟ اه يا لهوي تلاقيني مثلا وانا بعمل حاجه مثلا عملت حاجه حلوه قوي مثلا او باكل مثلا كريم كراميل مثلا <اللوه> بعد ما اخد تاني معلقه اروح اعمل اه كده احس والله العظيم احس ان انا تمام لحظات كده مبهجه في سويته مبهجه عارف الله يرحمه حبيب قلبي حسن مصطفى اه الله يرحمه لأ هو كان يموت في الاكل طبعا اه ولما يكون جاع بقى وبتاع وتحط له اكله حلو يا عيط الله وهو بياكل يقول لك يا الله الحمد لله يا رب الله رب ايه العالم <applause> <applause> فظيع وفجاه محشي بيخش مثلا اه اي حاجه ويغمس بقى يعني يحب الاكل حبيبي آه. طيب احنا بنعمل ايه احنا بنسوي العجوه اوكي ونهرس كده شويه علشان ايه هرس جاي هرس جاي ايوه بتحبي الباميه لو هي لسه معموله ولا لما تبت في صح طبعا لما تبدا تتغمس آه. بعيش بايت مش متسخن حضرتك صح صح وعليها شويه فلفل زي... اسود زياده ايوه وبالليمون ايوه اه يا امي يا قلبي يا اه النبي <applause> احنا بنقلب المواجع هنا اه واحنا حبايبي بيتفرجوا علينا بيتعذبوا آه معانا وشوفي سبحان الله كنا جايين قرديحي ولا بطاية ولا آه ربنا فتحها علينا من وسع الاكل لما كنا نبقى كحيانين ومضروبين بالنار آه ماما كانت تقول ايه؟ مم. واحنا جعانين بنحلم اه لنا اللي موجود أوكي. آه <تصفيق> 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 اول ما ناكل تقول لنا إيه نقول لها اه شبعنا تقول فرقه دلوقتي وانتم شبعانين كلتوا ايه لا طبعا يعني البط زي البتاع آه ده المهم ان اللقمه هنيه آه خلاص وتقضيها اه والمعده يعني مالت ولذيذه اه اه والله صح يا سلام يا سلام ايوه عشان لازم يبقى ليها لون ايوه ودي تتهرس لون بقى بني ولا جولد آه كده؟ اقل من البني سن اه الجولد ده اه مش جولد قوي عشان ما تبقاش نيه اوكي يعني. حد كنا معزومين عنده قبل كده مراته بتعمل شوربه لسان العصفور آه. من غير ما تقلي لسان العصفور فتاكلي شوربة لسان العصفور تطلعي لسان العصفورية قد كده بقت مكرونة يعني بقت طبق فيه لسان العصفور خارج دراعة كده يعني لوحدك الطواجن اللي العصفور الطاجن باللحمه طبعا واللحمه والكبد والحرام آه. والحلويات اه والحلويات انتي عملتي حلقات عن الممبار هنا وفوايده والحاجات دي مم. كتير بس مستعد اعمل تاني <applause> 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 والطحال حته الطحال الحلوه لا ما بفهمش بقى في الطحال والكلام ده لا ده ده بقى ده الطحال ده لو الواحد دراعه وجعه يجيب حته ويدهن كده دراعه ده هتلاقيه بقى فل لا يا راجل انا بافور طبعا بيسرح بيا وانا عبيطه انا قصدي من حلاوته من حلاوته بص الشعريه دي تحمرها <applause> من غير حاجه خلاص وتسويها ماشي تحطها على الرز ماشي ولاكش لا تحطها على فراخ ومش عارف ايه ولحوم وتحط عليها شويه مكسرات ما قلتش لا صح تحط عليها سكر يعني شغاله معاك بتخدم في حاجات حاجة كتيره حاجة. قوي وفية قوي اه ده حلال <تصفيق> <تصفيق> العجوه راحه في حته الله اعلم بيها بص اه بس لسه شويه بس هي عايزه لها اه وهنا شايف المربى اه بقى فعلا عامل زي المربى ممكن تاخد لحسة مية تاني آه. بس عشان تبقى مويست آه. مويست مويست يعني مرطبة مبلولة مش ناشفة آه. اللي هو الجوسي جوسي اه, آه. يا سلام أنا هنا اتعلمت كل حاجة يعني إنجليزي عمال وفرنساوي <applause> بونجور ميسي والله بجد مبسوط كده طيب واضح إن العجوة هتخلص الأول مم. هنعمل كده سيادتك ايوه وايه ونحط السمنه الحته الحلوه بقى اه نظروفها اه يا سلام ايوه بقى ايوه بقى عشان ايه ننشر الفساد الفساد بين العجوه <applause> يا سلام بس تصدقنا حظي احلى ليه لما فهمي جه هنا ما اكلش الا مكرونه بشاميل بس لا كل ايه؟ كلوا كلوا كشري ولا كلوا ايه؟ كان مكرونه كلوا مكرونه بشاميل اه أنا احنا بقى... افتكرنا هنا هتطبخ اه في البلاله <applause> شايف بقى ال 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 اللمعه تشرح القلب م. تشرح القلب يا رب انا خايف احنا انا حاسس ان احنا هنطلع نرمي الناس بالطوب على المحور بعد الحلقه دي <applause> طبعا الناس بتقولي كتير اللي بيتفرجوا دايما يشوفوني بحط حاجات كتير امال أم البدخن ليه؟ ايوه <applause> امال بدخن ليه يا حبايبي؟ <applause> بس انا فعلا اقسم بالله بدات اتشد الموضوع قوي مع اني مستغرب يعني طول عمري بستغرب اسمع عن العجوه بالبيض أه لا ويقولك انا بشوف برامج امريكاني بتحط بطروخة الزبده كده اه توعن آه. <applause> ده فعلا والله حلو <applause> الكلام <applause> كلام جميل اوكي سلام ده بيت بلدي تمام آه. كل حاجة النهاردة بلدي سمنة آه بلدي. اه وبيت بلدي. بلدي. خدت لسعة سنة. حلوة ده دي تحلية شعرية. آه. تش. ادي جامد. يا سلام. حلوه قوي تتسوى بالمية الاول اه زي المكرونه ماشي ده في ناس بيعملوا مكرونه مكان الشعريه باللبن بالسكر عارفه الحوار ده؟ ما هي المكرونه اصلها شعريه عجائل. وكل حاجه اه معجنات والفلبينيين يعملوا نوع سلطه حلو سويت أوه. يعني مكرونه بالسلطه أوكي. بس سويت عليها بقى مايونيز وعليها دبل كريم وسكر وتاكلها سويت آه. الناس دول غريب يعني غريبين قوي او غراب بتوع اسيا دول مم. بتفرج انا على مقاطع فيديو وحاجات كده فيديوهات <applause> انستجرام الاكل العبيط ده اه طبعا دين 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 احجام وما فيش ما بيتخنوش اللي بياكل ارفع من ال... يعني مش عارف اقول من ايه من, من الشاب وعندهم كله آه. مش فاهم بامبور نبر ما. احنا ليه بنتخن احنا اشمعنا هناكل برضه هناكل مش هنقف بيعملوا كمية مقالي أوه. يعني عندهم صنف كده للسوسجز دي أوه. يجيبوا السوسج ويحطوها في عصاية اه والكورن لا الاول السوسج حطوها آه. في عصايه طويله عشان تاكلها كده اوكي وبعدين يلفوها في الجبنه السلايسز دي اه ده ما جربتوش ده لف قوي كده آه. وبعدين تتر... تترمي في لبن ومش عارف ايه, آه منو... آه آه. إيه ودقيق وبتاع وبعدين تمشيها على آه كورن فليكس بطاطس آه. آه حاجات بره كده كرانشي وتعمل لها ديب فرايت تقليها تست... قليا آه. آه عميقه يعني فلفل اسمر طبعا يا جماعه عشان يعني الزفاره لا وبيض مقلي وبيض مقلي اه اصل انا بعمل البيض المقلي ما يبانش من الفلفل الاسمر اه في ناس بتحبه كده يا سلام يا ايوه انا عملت خواجه برضو ورحت حاطط الملح بالمعلقه مع ان اه دي كده حضرتك عقبال ما البيض يستوي ياخد ويدي فيه اه كده بقى عندنا بيض بالعجوه جاهز والشعريه سمعها بتبقبك يعني تاكلوا سندوتشات تغمسوه بالعيش البلدي بالهنا والشفة اكله متكامله الاطراف سميكه قرش ساخ اه العيال يحبوها جدا الشعريه دي طبعا اكل العيال المميز اه البيت بالعجوه ده شكله رايح لحته حلوه لا لا م -م. مش محترم مين اول حد عملها لك امي اوكي أوه. لان انا ابويا فلاح أمي وامي نص خواجاي اوكي فهو كان يجيب لها بقى يقول لها العيش بتاع دي العجوه الزلابيه العصيده سد الحنك جابهم من ماء من جدتي انا سد الحنك ده سمعت عنه في الف ليله وليله بس برضو ده احنا أو عملناه هنا اه أو لا عمري ما طب اكلات ايه كنتي مثلا بتاكليها وما بقيتيش تاكليها وما بقيتش, تكليه وما بقيتش يعني. المحوجه المحوجة دي زي الكحك كده او زي يعني عجينه ناشفه تقطمها مش زي الب... ارفع يعني مش ارفع اكثر هشاشه من البسكويت اوكي بتتعمل بالعسل الاسود والحلبه اه والحلبه صح اه اه عارفها دي عارفها دي وموجوده في ناس بتعمل اه بس مش طعم بتاع زمان لا مش حاجه طبعا بصراحه مم. احنا كده حضرتك تقدر حضرتك تتناول الرغيف انت كنت حابب اه يا سلام ده وتن... تنهمر أيوه. أوه. ايه ده؟ بجد؟ امم ده تحفة ايه الحلاوة دي؟ رهيب رهيب والله رهيب امم رهيب لا لا. دي دماغ تانية دماغ تانية اه والله تسأل الله فعلا والله انا حاسس آه! بجد والله والله العظيم بجد عندك حق يلا بقى ما تكسفينيش لا ومش عوطة و سخنة كده وحلوة والسمنة فيها قايلة رمضان بقى امم سحور بخمسة مليار جنيه اه والله يلا يا يا لا يا جماعة الموضوع يستحق التجربة احنا ليه ما عملناش من الأول بدل المكرونة دي؟ لا لا لا, لا. <applause> مكرونتك الحمد لله بص يا سيدي مم. هي ما مسكتش قوي هات الطبقين اللي جنبك دول ماشي اتفضلي انا يعني على ما تغرفي ايه ربعاية لو اضرب بلح بالعجوه كده اضرب يا حبيبي عشان شكلنا ايه هنبات هنا النهارده هي مفروض تكون المفروض تكون فلفله عن كده شويه بس عشان وقتنا اهي تمام امم شويه شعريه يا سيدي انا والشفه انا فجاه صوتي تخن يا سيدي ترش عليهم شويه سكر ممم. حابب تاكلها كده مم. خير وبركه تاكلها للعيال مش عجبك قوي كده تقوم عامل كده ايوه شويه لبن وانا احب كده بقى قوة ايه وتهيص الهناء والشفاء يا ودي عملي. السكر جنبك يا سمين. عشان يا سلام يا سيدي ايه رايك تحفه <applause> انا هسيبها على النار بس هطفي العين <تصفيق> <تصفيق> عشان ايه تكمل فلفله <applause> عايز سكر لا تمام حطيه وبرضه ساعات تحطي للعيال سكر سنترفيش اه عشان يقرشوه كده اه انا كنت بعمل مصايب وانا صغير بالسكر اقعد اسف فيه كده على كده اه انا بنت بنتي كده تقعد بقى تحايل على امها ربع معلقه بليز بليز هو انت وهي نازله بقى ولا والبيبي نازل الصبح تديله دول يرموا البدن اه طبعا طبعا سلام اه الله فعلا نعمه الله الحمد لله نعمه والف حمد والف شكر ليك يا رب نورتني يا توته يا حبيبتي ربنا يا حبيب خلبي. قلبي ربنا يخليك انا ده عبد الرحمن جدا. انا بـ بـ بتنبأ لك اهو هو ربنا يشهد عليا ربنا يخليك ايامك اللي جايه ان شاء الله مليانه خير واجتهاد ويعني و... 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 تلميع الله يخليك يا حبيبتي والله ده انا اللي مبسوط جدا ان انا جيت معاكي و يعني تاني مره انا من اهل صاحب السعاده طبعا. طبعا ربنا يخليك يا حبيبتي والله العظيم يا استاذه سعاد يعني ربنا يعلم يعني انا بحبك قد ايه ويا رب دايما كده مدخله البهجه على الناس كلها حبيبي وربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحي قلب الناس اللي قاعدين في البيت يا رب يسمع منك مش عارفه يا الناس رب. بتحبك ازاي الله اكبر الله اكبر يعني اللهم لك ربنا يزيدك ويزيدنا يا رب يا رب نعمه من عند ربنا بها على فل يا حبايبي يا محمد ياربني يخليك يا حبيبتي